موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية ينفيان ما تداولته وسائل إعلامية موالية حول لقائهما مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف في تركيا. وزير الداخلية التركي علي إرليكايا يقول إن عدد المهاجرين النظاميين في تركيا يبلغ 4,437,000، بينهم 3,103,000 سوري تحت الحماية المؤقتة. مقتل وإصابة عدد من قوات الأسد بهجوم لتنظيم الدولة على سيارة عسكرية لهم في بادية تدمر شرقي حمص بحسب صفحات موالية. اندماج لواء جندي الإسلام ولواء عاصفة الشمال العاملان في صفوف الجبهة الشامية ضمن الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري. خروج مظاهرة في ساحة الكرامة بالسويداء ضد سلطة الأسد وللتأكيد على مطالب الحراك الشعبي بالتغيير السلمي والانتقال السياسي. وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعلن عن استحداث قسم التبريد والتكييف وقسم الكهرباء الصناعية في معهد الطاقة المتجددة في مدينة قباسين شرقي حلب.